سلام ألجيريا، مرحبا بك يا المتتبع الوفي ولا متتبع الوفية، مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبدأ قبل بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وش راكم؟ وش حالكم؟ صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم. اهلا احبائي حبيباتي، اهلا وسهلا عند اختكم حورية، مرحب بكم في كل وقت. حبيبتي يا عمري مرحبا بك يا عمري، يا عمري ذاك الكلام الزين، هذا الكلام الزين اللي نحبه انايا، ربي يخليك حبيبتي. ربي يخليكم ان شاء الله. تفضلوا معايا نستناو يطلعوا خاوتنا وخواتاتنا ونبداو نحكي ان شاء الله، ندردشوا مع بعض في مواضيع مهمه، يعني اخبار جد مهمه للجميع. اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي. باليريا سي بوكو، والله ما كذب عليك يا اخي ما عنديش معلومه عليها. اول خبر هو اعتراف الدوله الفرنسيه بالجرائم اللي دارتها في الجزائر، وعلى راسهم ماكرون اللي اعترف البارح devant tout le monde بالجرائم اللي ارتكبتها ضد الجزائريين واللي رمتهم في لاسين. هذه حاجة مليحة، وإنما مازال لازم يعترف devant قدام الدول كاملين. فوالا إخواني أخواتي. ثاني خبر هو رئيس الجمهورية عنده اليوم اجتماع مجلس الوزراء، ان شاء الله يكونوا قرارات مهمه لينا وللشعب الجزائري عامه وللجاليه خاصه. ان شاء الله يكونوا قرارات زوينه يعلنوا على الفتح الكلي باذن الله. راه جاي الخير، جاي الخير، اللي جاي خير من اللي فات، فهموني مليح وسمعوني خواتاتي وخواتي. اللي فات مات، نطويو هذه الصفحه الكحله اللي فوتناها ونبداو حياة جديدة إن شاء الله بالأمل والتفاؤل، وإن شاء الله دوك يفتحوا لنا الحدود كاملين بالبرية بالجوية كاملة بحول الله، ونعيشوا حياتنا طبيعية إن شاء الله يكون واقع. أكيد أكيد إن شاء الله بعد ما أرجع السفير تاعنا من الجزائر كما استدعاه رئيس الجمهورية، ورجع بشروط، لازم تكون واقعية، لازم منا هكذا، لازم يحترموا الدولة الجزائرية والشعب الجزائري خاصة. إن شاء الله الفتح الكلي، رانا تعطلنا على الزواج إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله ما فيها ما كان حتى مشكل، كل عطلة فيها خير، ولا كل عطلة فيها خير، ما تقلقوش برك إخواني أخواتي. ثاني معلومة وخبر مفرح، يعني كل لسكان دبي الإمارات بليتو، الإمارات ككل ولسكان بريطانيا ككل، راهم علنوا باللي راهم خفضوا في الأسعار. الليبي اللي كانوا 1000 أورو من دبي للجزائر رجعوها ب 620 جبونس 620، لما كذبنيش ربي، المهم نقصوا 400 أورو، ونقصوا سي ليبي اللي جاي اللي يجي الناس اللي يروحوا من لندن الى الجزائر، نقصوا لهم ثاني راهي عاد 400 ايكال كيسمى هكذاك، ومازال نزيدوا ندوا بالاسعار حتى ينقصوا نوليو كيما الوجهات الاخرى. راكم فاهميني خاوتي خواتاتي، هكذا لازم ندو، احنا ندو في القنوات وانتم تعاونونا بالبارتاج وباللي لايك باش يوصل صوتنا وينقصونا. الالتفاتة الاخرى لرئيس الجمهورية،
دوك نقراها لكم توت سويت اللي قالها في أمس في حق الجالية الجزائرية. هذا يعني من حاجة مليحة. تلمون ظلوا ندوا احنا اصحاب القنوات والنواب اللي ظلوا يكتبوا تسمى الصوت تاعنا راه وصلهم، ان بداو يديروا قيمه للجاليه تاعنا اللي راهي في الخارج. لازم نديروا كيما هكا باش يقيمونا وباش يرجعوا لنا، ان ندومونديو غير في حقنا، ما رانيش ندومونديو في حاجه اخرى. فوالا اخواني اخواتي، نحوس لكم برك على الكلمة تاع رئيس الجمهورية اللي قالها. ما تنساوش برك اللي جا اخواني حتى نلقى لكم الكلمة. سامحوني دقيقة كي نجيو نحوس على حاجه دائما ما نلقاوهاش، على بالكم تصرالكم ولا ما تصرالكمش؟ انا تصرالي والله، كي نحوس على حاجه غير هي راهي في ايدي وانا راني نحوس عليها. ياه والله ما لقيتها، وين راحت؟ دوك نلقاوها ما تتقلقوش، اهل العقل في راحه ما تتقلقوش. ولا غير قبيل وين نشوف فيها، سبحان الله. لا وعدتكم لازم نعطيها لكم، كاش مشكل حوس عليها حتى نلقاها. فوالا هاني لقيتها اخواني اخواتي، اوغوزمون ما بهدلنيش ربي قدامكم. اوغوزمون لقيتها. نقرا لكم الكلمه اللي قالها السيد الرئيس. دعا رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون ابناء الجاليه الجزائريه بالخارج، يعني نتوما، الانخراط في الجهود المبذوله لتحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها امام الشعب، مشيرا انهم جزء من النسيج الوطني، يعني احنا الجاليه بصفه كامله، ووجب مد جسور التواصل. وفي رسالته بمناسبة ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 أكد الرئيس تبون أنه يولي عناية خاصة للتكفل الأمثل بكافة انشغالات الجالية وحماية مصالحها. وقال الرئيس أنه يتعين على المراكز الدبلوماسية والقنصلية تطوير أساليب عملها من حيث التفاعل مع أبناء الجالية واعتماد أحدث الأساليب في مجال التسيير القنصلي لرفع كل مظاهر الغبن التي يعاني منها المواطنات والمواطنون المقيمون خارج البلاد. كما أشار الرئيس تبون إلى المواقف الوطنية المشرفة التي بان عنها أبناء الجالية في كل مرة عبر الهبات التضامنية المبهرة في أوقات المحن والشدائد، ولا غروة ففي غروتهم في عروقهم يسري دم الآباء والأجداد من الشهداء والمجاهدين. الحمد لله يا ربي كي استعرفوا بالخيرات اللي دارتها الجالية الجزائرية بالتضامن مع أخوانهم في الجزائر في شهر أوت والشهر اللي فاتوا، في بعثوا لهم هذوك الماتريال تاع الأكسجين، بعثوا لهم بزاف صوالح، والجالية ديما موجودة سواء في زلزال ولا في أزمة، ولا ديما الجالية موجودة وتعاون في أخوانهم، وهذه بلا مزية منا لازم نعاونوا خاوتنا. خبر آخر، الجوية الجزائرية راح تلبس حلة جديدة
فيما يخص الطائرات تاعها، رايحين يرجعوا كيما هكذا. دوك نوري لكم كيفاش رايحين يرجعوا. قال لك لا نزوق براني وش حوالك دخلاني، هذه هي. حصلنا دوك نوري لكم وين حطيتهم. فوالا يرجعوا كيما هكذا. تفكروا هذه التصويره، هذه لا فوتو، هذه الطائره تاع الجويه الجزائريه، يرجعوا كيما هكذا في المستقبل ان شاء الله. اكيد اكيد دخلوا مستثمرين ودخلوا معاهم في شراكه، هذه اكيد. نزيد نوري لكم الصوره الاخرى. وهذه صوره واحده اخواني، شوفوا الجوية الجزائرية تصبح كيما هاك. والثالثة دوك نوريها لكم، تليفوني هذا عندي ايباك، ترجع هكذا راكم شايفين. ما سقسيتكمش برك على الصوت، قولوا لي اخواني واش الصوت راكم تسمعوا فيا، باسكو بدلت بلاصه، بدلت شويه ديكور اليوم في الدار، وبدلت بلاصه تاع التصوير. ان شاء الله تعجبكم، قولوا لي برك. ميمي السلام عليكم، قولوا لي اخواني الصوت بازا مليح، تعيشي بارك الله فيك. يانيس اهلا يا اخي، بارك الله فيك. السلام اختي، بارك الله فيك، بارك الله فيكم انتم اللي راكم معايا. صباح الخير سيدتي، الجزائر راهي في تقدم ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله ان شاء الله ديما في التقدم الازدهار، ما دام راهي ما بين العينين ان شاء الله تنجح، والله ان شاء الله تنجح. واش نستناوني نزيد نعطيكم الاخبار الاخرى، على بالك نرتبك تعودوا الاخبار بزاف. الاخت وشراكي كريمه لاباس الحمد لله حبيبتي نتوما وشراكم. عز الدين اهلا يا اخي، السلام عليكم. البي شحال راه يدير، تعيش البي تاع الباتو ولا تاع راني جايتكم، راني جايتكم اصبروا شويه وكنعطيكم كل التفاصيل على البي تاع الباتو، على الاجراءات تاع لي سانيتير، مع النوع لي هذا، كنعطيكم كل شيء بالتفصيل اخواني، غير ما تتقلقوش راني جايتكم بشويه، اقعدوا معايا وما تتقلقوش. تاع الباتو دوك نقول لك يا اخي، البارح امس كيما نقولوا نهضر باللغه العربيه ولا باللغه ولا باللغه الدارجه، انا نحب نهضر بالدارجه باش الناس الكل تفهمني، باسكو كاينين اللي ما يفهموش اللغه العربيه الفصحى. استناوني دقيقه راني جايه. قلت لكم كاينين اللي ما يفهموش العربيه الفصحى، نهضروا بالدارجه باش يفهمونا الناس كاملين. فوالا هكذا نلبي طلبات الناس كاملين. البارح السيد المدير بالنيابه لشركه الشركه البحريه دار مقابله مع جريده الشروق. واش قال لكم؟ راه يطمئنكم ان شاء الله، يطمئنكم على لي بخي. هذا يروح، روح تلعب نتايا على روحك، ما تجيش هنا. فوالا قلت لكم راه يطمئنكم يعني بالنيابه على وزاره النقل، يطمئنكم في ما يخص لي بخي، لي بخي تاع الباتو. لي بخي تاع الباتو قالكم راهم ما يتبدلوش كيما كانوا من قبل الكورونا في 2020، كيما حبسوا الرحلات، كيما يرجعوا في المواد نوفمبر ان شاء الله من فرنسا، وفي 21 اكتوبر من اسبانيا، يبقاو لي ميم بخي ما يتبدلوش. الي او روتور بور اون بيرسون سون فواتير صافي 260 يورو، ما يقارب ما يعادل 3600 اللي يحجز من الجزائر، و 260 يورو اللي يحجز من الخارج من فرنسا. يعني البي تاع لي فواتور 500 يورو كيما كانوا، رايحين يرجعوا كيما ثاني كيف كيف، ما كان حتى زياده. ما تخافوش وما تتقلقوش وما ترتبكوش، كل شيء كل
كل شيء زوين ان شاء الله. روحوا ل درت لكم ماين فيديو لي شامبر تاع الباتو شفتوهم الله يبارك ما شاء الله. هنطلب منكم برك تحافظوا عليهم نحافظوا كامل يعني راني نهضر بصفه عامه للجاليه الجزائريه اكل ولا الجزائريين اللي يجيو من الجزائر للخارج ثاني في الباتو يستحفظوا به. هذه راهي دارنا اللي نروحوا بها من الصيف للصيف ولا من العام للعام ولا كل واحد وقتاش يروح. دارنا نستحفظوا بها ونخليوها نظيفه باش اللي يركبوا من ورانا يلقاوها نظيفه ثاني فوالا. ورايحه بالتدريج. هذه هي خالتي خواتاتي بالنسبه للاجراءات البروتوكول سانيتير. البروتوكول سانيتير واش يقول لكم وزاره النقل؟ ما عليكم الا قبل ما تركبوا في الباتو لازمكم لو تيست بي سي ار. تيست بي سي ار 72 اور، صافي 72 ساعه لو تيست قبل ما تركبوا في الباتو للناس كاملين مهما كانت صفتهم، ملقحين ولا مش ملقحين ولا ملقحين جرعه واحده ولا زوج ولا مش مكملين التلقيح تاعهم، للناس كاملين ما عدا الاطفال اقل من 12 سنه هذوك ما يطلبوش فيهم البي سي ار. نزيد نعاود اللي دخلوا جدد لو بي سي ار بور لو باتو 72 اور افون لومباركومون. فهموني مليح اخواني 72 اور افون لومباركومون. جاوني اسئله قالوا لك اللي يسكنوا بعيد يسكنوا في المان يسكنوا في بلجيك ويجيو يدخلوا على الاسبان. هذيك يا اخواني ما عنديش معلومه عليها وممكن جدا يديروا لكم باغ اكزومبل كي تدخلوا لا فرانس. هذا بالنسبه للسكان اللي خارجين فرنسا كي تدخلوا لا فرانس تقدروا تعاودوا بي سي ار واحد اخر وتدخلوا به للجيري. يا اخي كاينين لي لابو بارتو اروحوا الافونس وديروا التست تاعكم ودخلوا للجزائر ان شاء الله. هذه هي اخواني اخواتي هذو هما الاجراءات اللي علنوا عليها. غدا بحول الله راح يفتحوا الوكالات لي زاجونس تاع الجيري فيغي وتروحوا تما وتتاكدوا بنفسكم. اللي قراب راهم يروحوا يشريوا في لاجونس واللي بعاد يشريوا باغ تيليفون ولا في لو سيت ولا هادو هما ثلاث طرق يعني اللي تشريو بيهم. بالك راه معدلوه السيت تاعهم باسكو السيت تاعهم مازال يعني فيه لو باغ شويه مازال مش معدل. من الغدوه ان شاء الله انا غدوه نكون في المرصاد نكون تما ان شاء الله. انا مش رايحه باش نشري البي انا رايحه جست باش نلتقي باخواننا وخاوتنا تما نهضر معاهم واللي دخلوا باغ اكزومبل واش قالوا لهم ولا واذا كان قدرت ندخل انا لداخل نصور لكم شويه ونجيب لكم يعني الرسمي ونجيب لكم التفاصيل بحول الله. انا نخدم جيست اكوتي دو لاجونس دو ليون لاجونس اللي موجوده في ليون في ليون 3 نروح تما ان شاء الله. اذا قدرت نصور لكم نصور لكم واذا قدرت نهضر مع الناس ويعطيونا ارائهم يعني يعطيونا ارائهم حول المعامله الداخل في لي زاجونس لي بري فوالا هذا صوالح ان شاء الله نكون تما ونجيب لكم الرسمي فوالا. اخواني اخواتي نقراو شويه لي كومونتير تاعكم. سمحوا لي راني كي نعود نهضر ما نخزرش لو تيليفون اللي راني نصور به. نشوف ناخذ التليفون الثاني ونشوف لي كومونتير تاعكم اخواني باش ما نغضبوا حتى واحد. واللي عندها اي استفسار تحطوا لي هنا في لي كومونتير وانا نجاوب عليه. كثروا لي برك لي جام خالتي ادعموني برك بلي جام. ميرسي حبيبه ربي يقدرك ويحفظك. الله يقدرك حبيبتي الله يحفظك انت يا ثاني صحيتي اختي. ميرسي بونجور ميرسي بوكو الله يخليكم الله يخليكم ربي ربينا اعرض لكم. راكم منورين عليا الشاشه ومنورين عليا الدار راني غير وحدي في الدار. فوالا اخواني اخواتي ما كانش يعني سؤال اللي ما كان حتى سؤال اللي عند لكن كاش ما عندكم اسئله اخواني حطوهم لي ونجاوب خياني بكل فرح وسرور. يوسف حموشي راكي مليحه؟ راني مليحه الحمد لله شكرا.
جميلة حميدي إن شاء الله أختي، ميرسي بور تو، ميرسي لك من توما يا إخواني يا خواتي، والله نشكركم بزاف. أنا بلا مزية مني والله، باغاني نخدم في هذه الخدمة غير افيك بليزير، افيك بليزير كي نفرحكم هذيك هي الفرحة تاعي. نقراو هذا الكومنتير كبير بزاف تاع غانيا. السلام عليكم سيدة حورية، moi aussi demain je vais à l'agence pour acheter le billet pour le bateau juste pour ramener ma voiture et dit que je suis entrée seulement de 25 septembre. ان شاء الله ربي يسهل لك حبيبتي تروحي تشري البيي تاعك وتجيبي لافاتور تاعك وانت يا مهنيه ان شاء الله حبيبتي. اللي تعرف تقول لي شحال البيي تاع الطياره وتاع الباتو يا اختي العزيزه. انا انت المحظوظه، انا العزيزه. شوفي هاني كنت نحكي لكم على لي بري، قلت لكم لي بري تاع لي بيي تاع العام 2020 كيما قبل الكورونا يبقاو نفسهم كيما هدر البارح المدير بالنيابه تاع مديريه النقل، ما يتبدلش لو بري. لي فواتور 500 يورو ولي بيرسون سول 260 يورو، فوالا هذه هي. والاجراءات لو بي سي اف 72 ساعه افون لومباركومون للناس كاملين، سواء ملقحين ولا مش ملقحين، هذو هما الاجراءات. يعني مش اجراءات كبيره كيما كاع الدول، يعني كاين نقولوا بروتوكول ستريكت، مي الحمد لله ما رامي دوموندي، ماشي رامي دوموندي في الفاكسا ولا رامي دوموندي غير في السيار كيما الدول كاملين رامي دوموندي فيهم. وهذا عندهم الحق باش نحافظوا على خاوتنا اللي راهم في الجزائر، نحافظوا على نفوسنا ونحافظوا على الناس اللي يركبوا معنا في الباتو. هذا هو هذا هو المفيد. ما فهمتش شحال الطياره والباطو الواحد ولا الاولاد الواحد. شوفي الواحد 260 يورو باغ اكزومبل، تكوني تيا نتيا ولدك، تيا ولدك ولا فواتور، نتيا 260 يورو بنك 260 يورو ولا فواتور 500 يورو، ديري حسابك. انا عطيتلك مثال، يعني هو عطاك مثال قالك من الواحد وحده 260 يورو ولا فواتور 500 يورو، نتوما ديروا حسابكم حسب افراد العائله. وممكن الاولاد يكونوا البخي تاعهم حابطين مازالوا ما حطوش لي بخي اكزاكت، يعني ما نقولوا ما فسروش بالتفصيل الاولاد ولا الناس ولي زادولت ولا مازالوا ما فسروش. ان شاء الله من الغدوه يكون كلش واضح. بالعبيد حورية يا أختي حورية، 72 ساعة بالنسبة للباتو راني نحكي، 136 ساعة تاع لافيون، راني داكور. لازم ديرو فرق بين ما يقدروش يديرو 36 ساعة في الباتو، سي امبوسيبل نو، 72 ساعة تاع الباتو و 36 ساعة البي سي ار تاع لافيون اللي يروح في لافيون قبل لومباركومون. هذه هي أخواتي وإخواني. سلام اختي لاباس، لاباس يا حبيبتي، لاباس بن ايبو، لاباس يا اختي ولا اخي، على بالك راني نخلط ما بيناتكم، اسمحوا لي برك. لكان راجل وسميتو مرا ولا مرا سميتها راجل، باسكو كاينه مرا اللي مسميه روحها راجل على بنها ولا لا، وكاين راجل اللي مسمي ثاني على بنته ولا فوالا، سي بور سا اللي راني اسمحوا لي وخلاص. اختك ما يا صحيتي معليش. بغيت نسقسيك نقدر نحجز التذكرة على كورسيكا لينا؟ ايه كورسيكا راهي تقدري تحجزي عليها، لما تروحي فيها لو سيت تاعهم راهو محلول، عنده يانات، وملي علنوا على الفتح البحري راهو محلول السيت تاعهم، تقدري تشري عليها اوفيسيالمون لا بروميير تاع نقولوا الرحلة الأولى تاعها تاع كورسيكا تكون لو 2 نوفمبر إن شاء الله. هذه المعلومات يعني بصفة عامة، وإن شاء الله رانا عند بعضنا أي حاجة أي معلومة جديدة ما تتقلقوش، خلاص رانا هنا، رانا في خدمة الجالية، رانا في خدمتكم. أي معلومة جديدة تلقاوها في اللقاء في القنوات اللي راهم يهضروا على الحدود، سواء قناتي ولا قناة واحدة أخرى.
المهم احنا اي معلومه جديده نلقاوها جديده نحطوها كل سويت، ما نخليوهاش ني تصبح ني تبعد. احنا رانا في الخدمه تاعكم يا اخواني. فوالا حبيباتي احبائي، هادو هما المعلومات اللي جبتها لكم اليوم. قولوا له مازال بي بالصح، راح راجلي باش يشري. €160 je voudrais savoir si cabine couchette fauteuil non €260 aller-retour c'est fauteuil c'est pas cabine le cabine après اللي يحب يدي كابين هذيك حاجه اخرى ويزيد بيان سور السياره وحدها ولا مع مولاها ايوا السياره وحدها يا سيارة وحدها ب 500 يورو. انا قلت لكم نشفى عندي 10 سنين ما روحتش في الباطو، نشفى اخر مرة روحتها في 2012 سلكت انا وليدي اون تو دو بيرسون اي لا فواتور سلكنا بريسك 1000 يورو. هذه في 2012. دركا هي اللي راحوا في 2020 و 2019 هذوك هما لي بري تاع دركا تاع بعد ما فتحوا. ما تخموش ما كاش زيادة في لي بري. وهذيك بارابور لي يحكم كوشات ولا كابين ولا هذيك هي باينه لازم تزيدي لازم، ماشي راح يعطيك لو بري تاع فوتيل كيما البري تاع تاع لا شومبر نو. هو من الافضل يعني انا واحده من نفسي ما نقدرش نروح في الفوتيل، مستحيل نروح منا 18 ساعه وانا قاعده سوغ فوتيل نو سي امبوسيبل. علاه نسعى من راسي 10 انايا حتى نروح في الفوتيل نو. بلاك لي جون اللي ما عندهمش باجاج ويقدروا هذوك بتات، بصح حنايا ما نقدروش نروحوا في انا نهضر على نفسي يعني ما نقدرش نروح في الفوتيل، لازمني كابين. ولي كابين تاعهم هايلين ما شاء الله، الله يحفظك من كل شر وسؤال. الله امين حبيبتي، الله يحفظني ويحفظك ان شاء الله. اي بور الجي دبي اون دينار بور الجيريا اون دينار يا اختي ديري حسابك، هما نقصوا دوكا راهي دبي راهي 621 اورو جو بونس، وحوليها للدينار حوليها للدينار دوك تلقاي شحال. ما عنديش كالكيلاتري سور موا سي نقول لك توت سويت. ميرسي وي ميرسي. وايطاليا ان شاء الله راهو جاي الباطو تاع ايطاليا راهم يفتحوا ان شاء الله ما عن قريب. غمض عينك وافتح عينك تلقاه فتح ان شاء الله. ابراهيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي التلقيح اجباري في البابور؟ نو ما كاش تلقيح، الجزائر جامي طلبت التلقيح. عندك البي سي ار برك 72 يا اخي، هذا مكان ما تطلبش التلقيح. ديجا دوك منظمة الصحة العالمية خدت لكم التلقيح ما راهوش شرط مشروط للدخول إلى البلدان، يعني ما هوش شرط، دولة ما تقدر تشرط التلقيح. أختي اللي دار بي سي آر دار الفاكسا يعني لازم يدي إيه ميم راكي فاكسيني لازم لك ديري بي سي آر، تقدري تكوني فاكسيني وتكوني حاملة للفيروس. لازم ديري بي سي ار تاعك وتكوني مهنيه. سلام كريمه حبيبتي راه وين حبيبتي مرحبا بك، فاتك الترا فاتك المعلومات. بصح اختي انا ما نعرفش بالاورو، نبغي بدراهمنا. اي سقسي برك يا اختي ثم يعطيو لك بدراهمنا مش مشكل، سقسي برك كي تروحي للاجونس وتشري البي تاعك راهي ساهله. هذيك في الجزائر يا اخي مش رايحه تسلكي بالاورو، راح تسلكي بالدينار طبعا. زيدوا اخواني كاش ما سؤال، ربي بشرك بالجنة ونعيمها. شحال البي في الباخرة؟ يسمى كل واحد يدخل نقول له على البي، يسمى دوكا نقعد نهضر غير على البي، سمحوا لي يعني. بصح لي ما لحقتش بلي بخي تعاود برك اللايف دوك تفهمي كل شيء، عاودي كي يخلص اللايف عاودي هذا مكان.
رانيا موا اوسي لي كابين و با دو وي عندك الحق يعني اختي، حنايا نسى انا نحب نكون اليز نقول لكم صح. ولا عندك بلاستيك في قلبي، ربي يخليك حبيبتي انت يا باني، ولا والفتك على بالك والفتكم كاملين، والله راكم خياني يا خواتاتي، راه ربي اللي يعلم. شكون منكم هنا راهي من ليون تقول لي غدوه نتلاقى بها في لاجونس هكذا وما نديرو تعارف؟ اللي راهو هنا من ليون يقول لي سوا مرا ولا راجل، راني نهضر معاكم كاملين راكم خياني. لاشين تاعي قلت لكم راه 50% فام و 50% اوم، وانا جو سوي تري فيرت اللي ولات بلادي وبنات بلادي راهم يتبعوا فيا، جو سوي تري فيرت، راني فرحانه بزاف. رانا هنا نقدم لكم المعلومه اللي كانت كاين بزاف اللي ما يقدروش يجيبوا المعلومه، واللي ما عندهمش لي شان اغا باغ اكزومبل، ما عندهمش لي شان تاع الجزائر، ولا ما عندهم منين يسمعوا المعلومه، يسمعوها غير من برا ومن عرف لا صح ولا ما يصدقوش. ولا احنا هنا رانا نجيب لكم الرسمه يا اخواني يا اخواتي. جو فودري بيان تو فوار مي موا جو سوي انا ساي ان شاء الله. بوركوا با شاء الله نتلاقاو، والله ممكن ممكن جد نتلاقاو في الباتو، ورا المشكل راكم في قلبي. والله السلام عليكم. واللي يدير تلقيح، اللي يدير تلقيح لازم يدير البي سي ار، قلت لكم البي سي ار للناس كاملين يا اخواني. هذه هي بارطاجيو برك اللايف يا حبيباتي احبائي، باش الناس الكل توصلهم المعلومه ويفهموا. كمال تباني واش راك يا اخت؟ لاباس الحمد لله، مرحبا بك يا اخي. وانت واش راك؟ الحمد لله، ولا غير الحمد لله على الصحة، على نعمة الصحة. ديجا مانينو ان شاء الله تكوني مليحة، ولا الحمد لله حبيبتي الحمد لله. سلام ولي اشتي هالبي ان مارس 2020 و جو سوي توجور با رومبورسي كومون فير. هذه يا اخي كي تروح كي يفتحوا لي زاجونس غدوه بحول الله، تروح لاجونس وتسقسيهم. انا ما نقدرش نجاوبك في بلاصتهم باسكو انا ما عنديش علاقه معاهم، يعني انا عندي علاقه معكم نتوما مع قناتي، برك نجيب لكم المعلومه. لي ديتاي تلقاهم في لي زاجونس. سلام اختي، صح كاين ايبيريا راها تولي في الخدمه. هاني كنت شوف فيها توتالور بصح والله ما قريت اسكو، ما قريتش واش كاين يعني، لكن كاينه صح. دوك لازمني ندير لكم فيديو عليها، وندير لكم فيديو على الاخرى اسالوسي اللي اعلنت البرنامج تاعها اليوم. هاني ما درت لكمش الفيديو، ان شاء الله ندير لكم في لابخي ميدي ولا غدوه، ولا كي يكون عندي الوقت ندير لكم فيديو ونعطيكم البرامج تاعهم ولي بخي. نورا باي، نورا مرحبا بك حبيبتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله. كادر انو سلام جي اش تي بي، وهذه قريناها صاي. يعني قلت لك يا اخي روح لاجونس برك ويعطيو لك ان شاء الله الجواب. انا في تونس كريمه، يعني بالي بك ملي راكي في تونس ديما تقصيني على الحدود البريه. يا قريب تفتح، قريب تفتح حبيبتي، ولا عن قريب الفتح الكلي بحول الله، عن قريب جدا استناو مني الخبر تاع الفتح الكلي، ما يطولوش. ديجا اليوم لا غونيون تاع رئيس الجمهوريه تاع مجلس الوزراء، ممكن جدا يعلنوا على الفتح كيما لا سيمين باسي يا اخي، كانوا دايرين مجلس الاعلى للامن وما علنوا على والو في البيان، ما شفناش، ما داروش حتى ما علنوش حتى لحاجه، حتى البيان ما شفناهش وما قالوا والو. ابخي دو جور ولا تخوا جور ولاو علنوا على الرحلات البحريه، ولاو علنوا على اضافه الرحلات نتاع دبي ونتاع لندن، والحمد لله الحمد لله تدريجيا بالعقل بالعقل ان شاء الله. ما يقدروش يفتحوا في نهار واحد يفتحوا كل شيء. زكريا بوختي با، شكرا شكرا لك يا اختي ولا اخي. اوكي ميرسي ماسا يا اخي، شكرا الشكر لله. فوالا هادو هما اخواني المعلومات اللي حبيت ندير لكم لايف.
استغليت الفرصة راني وحدي في الدار، قلت والله غادي ندير لكم لايف نحكي معاكم شوية ومن بعد نعطيكم، باسكو بزاف يجوني أسئلة على لي بخي تاع الباتو، على لو تيست بي سي ار، على حوايج بزاف. وهانا اليوم كي سمعنا بهم هاني قلتهم لكم، هي من البارح يعني هما علنوا عليهم البارح، انا البارح ما كانش عندي علم وما كنتش وعندي شغالات بزاف، اليوم قلت انا نعلمكم وخلاص. هذه هي باه تنصحينا، طيارة ولا بابور من ناحية الغلا يا اختي؟ انا نقول لك لا فيغيتي بارابور لي بي تاع الطياره، كنت روحي انت يا ولادك احس بي شحال. انا جو بريفير الباتو باسكو سي موان شير، موان شير وتقدري تدي الباكاج اللي حبيتي، ماشي كيما في الـ في الـ في الطياره. الطياره سي ريان افوار، الطياره حسبي ليك انت 500 يورو ولادك 500 يورو زيدي الباكاج، هذه غير لاني، هذه غير لاني، خلي الغوتور. وعلاش روحي في الباتو يا اختي، دي لافواتور تاعك وتروحي تشوفي لافامي تاعك وانت مهنيه بلافواتور تاعك، ما تكري ثم ما ديرونجي الناس ثم لافامي تاعك اللي عنده فواتير يخدم بها، ولا تقولي له اعطيني نروح نشوف اختي، ولا اعطيني نروح نشوف هاك، ولا نروح نهوس، ولا نروح نشري، ولا سي ميو تدي لافواتور تاعك انت مهنيه. ولا لا لوكاسيون دو فواتير ثم يخي، على بالكم شحال غاليه في الجزائر؟ انا سييت خطره ولا غير غاليه والله العظيم، قام لك البقرة وبنتها. مشكورة حبيبتي، على بالك عندي ثلاث ولاد، الله يبارك ربي يخليهم لك يا حبيبتي، ربي تربي ان شاء الله في عزك وفي عز في عز الاسلام ان شاء الله. انا نقول لك صح صح روحي في البابور يعني ننصحك، راه مازال الحال مش الحال بارد يعني، البابور البحر راهو مليح والبابور جديد يعني ان شاء الله ما يكون غير الخير. روحي دشني انت الاولى وكي تجي تروحي وتجي اعطينا رايك فيها، انا ما رانيش رايحه دركا، قام يظلوا يشكروا فيه والله اعلم. كي تجي لتونس طيب لك كسكسي بالعلوش. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله، شكرا والله على نفسي نزور تونس وعلاش لا ان شاء الله بوكوبا، شكرا بزاف. هذاك البي الي غوتور، ايه الي غوتور 260 يورو، ايه ربي يفرحكم انتوما ان شاء الله بوليداتكم وبحياتكم ان شاء الله. وبالا واش تحكيو لي نتوما، غنزيد نطلع على نضرب طلة كش ما نلقاكم معلومات جديدة. اليوم راهم كان في كل بلاصه دايرين دقيقة الصمت على أرواح الشهداء تاع 17 أكتوبر 61، قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. هنا ما كان والو، العشية يبان البيان تاع رئيس الجمهورية إن شاء الله، ونحطهولكم سواء نحطهولكم دون زان بوست سواء ندير لكم فيديو ونحطهولكم إن شاء الله، ما يكون غير الخير. ولا تزاير تاعنا راهي بدات، راهي بدات إن شاء الله. لازم الجزائر تاعنا ترجع، لازم نطوروها، لازم تعاونوا. ما كانش معلومات يعني دوك ندير لكم، عندي البرنامج تاع البروغرام تاع الموا دو اكتوبر تاع الجيري الجزائر 2 تاع الباتو تاع اليكونت، وعندي البرنامج تاع فرنسا تاع الباجي 3 ثاني دوك نحطه لكم.
هذا هو البرنامج تاع الجزائر اثنين، دوك نحطه لكم في الدونزان بوست، ونزيد نحط لكم البرنامج نتاع باجي مختار ثلاثة. فوالا هذا هو البرنامج تاع باجي مختار ثلاثة، حطوا لكم نعطيكم لا دات و لور و لا دات دو ديبار اي لور اي لا دات داريفي اي لور اوسي. انا هنا ما تخموش وما تقلقوش، اي معلومه اي اللي تجي في راسو معلومه يكتب لي كومونتير، نلقى راني نقرا في لي كومونتير تاعكم كاملين، وسمحوا لي اللي ما جاوبتهمش في لي كومونتير راني يعني ماشي ما شفتش الكومونتير تاعكم ولا راني نقراهم كاملين، وانما ما نقدرش نجاوب عليهم كاملين، يعني نحط لكم غير قليب قدامهم، والاجابه كاين اللي نجاوبها تو سويت اللي نقولوا نشوفها مستعجله ولا مستعجل ولا نجاوبها تو سويت، واللي تعود السؤال تاعها مش مستعجل هاني نجاوبكم هكذا في لي لايف في لي فيديو. شوفوا برك لي فيديو، قراو لي فيديو، شوفوا لي فيديو للاخير باش تلقاو الاجابه تاعكم. هذه هي، واللي تعود اللي عود تاعها السؤال تاعها مستعجل يعني وتكون حابه تفهم في الحين راني نجاوبها تسويت في الكومنتار، ولا غير نقراهم كاملين، غير نعطي لكم وقت على جالكم ونقرا لهم. غير دي فوا نكون في الكوزينه نطيب في عشايا ولا في غدايا وراني نقرا في الكومنتار تاعكم ونجاوب لكم ونجاوب عليهم، واللي ما جاوبتش عليه يسمحوا لي وخلاص. هذا واش نقول لكم اخواني، بس كل الله يبارك راكم ما شاء الله عليكم، راكم بزاف، واللي راكب معايا هنا لا راكم ماكمش مشتركين في القناه غير اشتركوا وخليوا وفعلوا الجرس باش ان شاء الله الفيديو الجاي كي نديروا فيديو جديد يخرج لكم ديريكتومون الوقت اللي نحطه يخرج لكم. وانا يا اخي دائما لي فيديو تاعي نحطهم لكم الافونس هكا باش يكون عندكم الوقت وتشوفوهم في راحتكم. اوكي انا ديما نخمم فيكم، ولا نخمم كاين الناس اللي خدامين، كاين الناس اللي اللي مرا لي بولادها ملات يا بولادها، كاين اللي تدي ولادها ليكول، كاين بزاف فوالا سي سا. ماشي لازم تشوفوا لي فيديو في الساعه، نو شوفوهم براحتكم الوقت اللي تكونوا قاعدين، هذا مكان، وان شاء الله ما يجيكم من عندي غير الخير، وما يجيكم من عندي ان شاء الله غير الاخبار الزينه اللي تفرحكم واللي تهنيكم. صح ماشي غدوه كي يفتحوا الحدود وكل شيء ويخلصوا ولا يخلصوا باغ اكزومبل لي زانفو تاع الحدود تروحوا تخليوا القناه تاعي فارغه، لا لا تبقاو معايا ان شاء الله يا اخي تعدوني. تبقاو معايا ولا تروحوا قولوا لي. الجزائر ماتوا عليها رجال بس رانا عايشين احنا دركا. ايه يعطيك الصحة، هذا الكلام الزين هذا، يعطيك الصحة وي. ماتوا عليها رجال مساكن كانوا عايشين الفقر وعايشين البؤس وعايشين الحقرة وعايشين، احنا اليوم رانا نقولوا الحمد لله ما عشناش المعيشة تاعهم، وجابوا الاستقلال وحنا رانا عايشين فيها لازم نحافظوا عليها. يعطيك الصحة يا بن ايبو. J'ai une question à vous poser, madame. Est-ce que les agences ils sont ouvertes? شوف يا أخي كريم، les agences غدوة عاد تسعى يكونوا ouvertes تاع مارسي تاع ليون وتاع ليل وتاع باري، هذو لي زاجونس يكونوا فاتحين تاع الجيري فيغي تاع لي باتو. فوالا وجاوبك بن ايبو قال لك غدوة يحلوا، فوالا مليح تعودوا تجاوبوا بعضاكم كيما هكذا، على بالك كنت نهضر ما كنتش نشوف لي في لي كومونتير. هذا برينو ميلا مرحبا بك. اكوا سير لو فاكسان؟ بريسك تو اوني فاكسيني اوكان بيي دوموند بي سي ار افيك لو باس سانيتير، دونك موا جو بروفيت دو فيزيتي دوتر بيي دالجيري، لالجيري ريست توجور انارشيك. وي بصح الجزائر ما راهيش دوموندي في الفاكسان يا اخي، راهي دوموندي غير في البي سي ار كيما الدول الاخرين، ما راهيش جامي دومونديت للفاكسان الجزائر. اكيد نبقى مرحبا، الله يخليك حبيبتي باختيار محمد. مرحبا بك اخي دي نوفيل بور لا بلجيك. لا بلجيك كي حلوا فتح الكل يحلوا عليها، نقول لك لا بلجيك علاش ما فتحوش عليها، ماشي لا غلطه تاع الجزائر، الجزائر لا بلجيك راهي حاطه الجزائر في الخانه الحمراء،
باش تفهموا حكيت لكم البارح نورمالمون بالك ما كنتش معانا. لا بلجيك راهي حاطه الدوله الجزائريه حاطتها في الخانه الحمراء من ناحيه الوباء، سي بوغ سا الجزائر ما فتحتش معاها، وهذه ديزاكور اونتخ لي بيي. دوكا كون باغ اكزومبل كيما الالمان كيما فرنسا نحات الجزائر من الخانه الحمراء، راهي فتحت معاهم وزادت الرحلات مع المانيا ومع فرنسا. كذلك لا بلجيك غدوه كون تنحي الجزائر من الخانه الحمراء تفتح معاها ولو برحله في الاسبوع، بصح بعد الفتح الكل ان شاء الله تفتح مع لا بلجيك يا اخي. كادير غانو موا جو ريست توجور ابوني ابو جو سوي ليست دو لا فرانس. مرحبا بك يا اخي، مرحبا بك. ان شاء الله نبقاو مع بعض، ومش غير هادو الاخبار، ما كاين بزاف صوالح، كاين محتويات بزاف نديروها، ماشي غير الاخبار. ان شاء الله يتفتحوا الحدود، احنا نقولوا ان شاء الله يتفتحوا الحدود على الجزائريين، ترجع الحدود كما بكري، يرجعوا الناس يروحوا كما يحبوا يروحوا في الوقت اللي يحبوا، سواء في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا في الربيع. وكما قلت يزيدوا ينقصوا شويه، نزيدوا ندوا بالاسعار، يزيدوا ينقصونا يرجعونا الاسعار تاع الطيارات ب 200 يورو وتاع لي باتو باغ اكزومبل ب 200 ولا 500 افيك لا فواتير ولا هكذا، نكونوا مهنيين. كي نكونوا مهنيين نرتاحوا ونجيبوا مواضيع واحده اخرى نحكيوا فيها باش نفيدوا المجتمع، نفيدوا الامهات، نفيدوا الاطفال، نفيدوا الاباء. فوالا كاين مواضيع بزاف في راسي اللي حابه نديرها، بصح في الوقت الحالي مازال ما راناش هانيين، مازال ما راناش هانيين 100%. ان شاء الله كي نتهناو نديرو مواضيع وحده اخرى. احلام هاش عش، مرحبا بك اختي حبيبتي. اختي حوريه حاجه واحده برك حابه نسقسك فيها، علاه ديما تكتبي عناوين تجذب المشاهده وكي ندخلو نلقاو عكس العنوان كيما درك وراكي كتبتي على الاسعار وانتي تقولي غدوه كي يفتحوا؟ لا العكس يا اختي احلام، ما تبعتيش اللايف من الاول، فهمتي؟ انا جامي نكتب لك عنوان وما نهضر لكش عليه، كتبت لك العنوان وشرحت الاسعار، قلت لكم على الاسعار اللي هضر عليها المدير بالنيابه تاع البحريه، قلت لك على الاسعار، عاودي اللايف دوك تلقاي. ولا جاوبوها الناس اللي كانوا معنا في الاول في اللايف، جاوبوها اخواني اخواتي وقولوا لها اسكو هدرت على لي بخي ولا لا. لا هذا ما نقول لك يا اختي، شكرا على المشاهده. بالك هذا وين دخلتي سي بور سا اللي ما شفتيش. انا من بلجيكا نسبه كورونا راهي بزاف 2700. ها سي بور سا فوالا، باوي الجزائر راهي خير، الجزائر راهي مكانش دوكا، البارح حطوا 93 كا 93 كا. امال هنا سلام حورية صافا لاباس الحمد لله حبيبتي، وانتي يا امال؟ صافا الحمد لله، ولا نحمد ربي. ان شاء الله فهمتيني يا اختي يا احلام هشاش، انا هدرت لك على الاسعار، انا ما نديرلكش بياج باش تدخلي ليا، ما حبيتيش تدخلي ما تدخليش يا اختي، هذه حاجه تخصك. بصح انا راني حكيت لكم ديجا على الاسعار، حكيت لكم على الاجراءات الصحيه، ومش انا اللي قلتها من راسي، راهم قالوها من جات من وزاره النقل، وجا من نجيب لكم معلومه خاطئه. هذه هي اختي، بالك راكي غلطه. اسمهان سلام اختي حوريه، انا من متتبعات منذ كورونا. مرحبا مرحبا بك حبيبتي، ان شاء الله تقعدي معانا. السلام عليكم، هذا رياض بولعشاب، أريد شراء تذكرة سفر من الأليكونتي إلى الجزائر وأنا أسكن في باريس، ما هو الحل؟ يا أخي تدخل غدوة يحلوا لي زاجونس وروح تشري البي تاعك، ولا شري باغ انترنت ولا باغ تليفون، تدخل الجوجل غدوة كي يحلوا إن شاء الله، تدخل الجوجل تهز النيميرو تليفون لكان راك بعيد، تهز تليفون وتشري باغ تليفون ويبعثوا لك البي تاعك باغ لادغاس ميل تاعك. هذا مكان. اسمعان دعي لي ربي تجي خطيبي من فرنسا، ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله ربي يلم الشمل يا اختي، ان شاء الله تلقاو في ساعة الخير.
سمعتني يا اخي رياض؟ وبالك انا ما فهمش سؤالك، فهمني يا اخي، وراك ما فاسيت خلاص الميساج تاعك، جو سي با بوكو. معليش زيدوك مسا اسئله واحده اخرى. اميلي حبيت نسقسيك، حوريه اون ا كومبيان دو دووا دو برون لارجون افيك نو؟ عندك دروا في 1000 اورو بار بيرسون، ميم ان بيبي عنده دروا 1000 اورو. افون يخي كانت 5000 اورو، دركا رجعوها ما عندهاش بزاف، رجعوها 1000 اورو يا اختي. تاخدي 1000 اورو بار بيرسون، لا عدتو في ربعه من الناس في الدار تدي 4000 اورو، خمسه تدي 5000 اورو، وحدك تدي 1000 اورو. وهكذا اللي شتا زاد اليوم بيبي عنده الدروا يدي 1000 اورو تاني. فوالا هذا هو السعر اللي ما هذه ميلو، ماشي هذه 1000 اورو نحكي لك، يعني اللي ما ديك ما ديكلاريهاش. اذا كان حابه تدي اكثر فوق 1000 اورو ديكلاريها، هذا كان باش ما يفهمونيش غلط، باسكو دي فوا نهضر كيما هكا ويقول لك ندي واش نحبو ونديكلاري وبرك. ايه راني معاكم، تدي واش حبيت ديكلاري برك، وانما 1000 اورو ما ديكلاريهاش. اللي عنده 1000 اورو وقل ما يديكلاريش، هذا ما كان ما يلقاوها عندك، ما عندهم ما يديروا لك، واللي يدي كثر راه يديكلاريها. صاي شكرا جزيلا. انا باغي نروح في الاسبوع الاول، لكن لقيت الباخره تاع كورسيكا معمره تمشي يوم البنت 6 اكتوبر، صح ولا لا؟ لا يا اخي، لا تاع كورسيكا عندها الرحله الاولى عندها لو 2 نوفمبر، لو 2 نوفمبر تاعنا تمشي من الجزائر لو بروميي، وتاع كورسيكا الرحله الاولى لو 2 نوفمبر ماشي ال 26. هذوك تاع ال 26 دوك كل يعني اللي ولا البي تاعهم، والله اعلم. انا المعلومه اللي عندي الرحله الاولى تكون لو 2 نوفمبر. اختي نقدر نسافر للخارج؟ فرنسا راني دايره باكسا تاع الصين. وتي عايشه في الجزائر، تدخلي لفرنسا علاه ما تدخلي بالبي سي ار، ما تدخليش بالباكسا. سهيل مرحبا بك حبيبتي، انا وين ضحكتي وقيله. اهلا بك. سمعتي يا حسيبه، تقدري تسافري لفرنسا بصح بالبي سي ار برك، ميم راكي دايره الفاكسا تجيبي غير البي سي ار تاعك، فرنسا ما دومونديش الفاكسا. فوالا ان شاء الله راني راكم تقتنعوا بالاجوبه تاعي، راني نجاوبكم يعني بالمعلومات اللي عندي والمعلومات الصحيحه، ما نقدرش نكذب عليكم يا اخواني. فوالا تدخلوا لفرنسا بالبي سي ار، البي سي ار 48 ساعة. اميلي موا جي ان بي دو 20 لو 26 ان شاء الله افيك ار الجيري، جيسبر كي فون با انيلي لو 26 كوا، لو 26 اكتوبر. و نو نقولوا البرنامج تاع نوفمبر سي كونفيرمي، يا با دانيلاسيون نورمالمون، الا اذا جات حاجه اخرى فوق ايديهم ما نعرف. راهم لي بي غاليين اونتر لا فرانس و لالجيري، راهم يحرقوا والله العظيم. دوكا بالك يفتحوا لي باتو دوك يبداو ينقصوا، ديجا هم نقصوا في تاع لندن و تاع دبي، نقصوا منهم بزاف يعني الحق ولا غير نقصوا. مي لازم يزيدوا ينقصوا كتر بزاف على الناس، كاين اللي راحوا لدبي مساكن وراه معلقين، وحطوا لهم البي او ديبار حطوا لهم 1000 اورو، هما مساكن ما لقاوش حتى واش ياكلوا، ما لقاوش حتى باش يخلصوا الكرات تاعهم تما، ويحطوا لهم 1000 اورو. منين راح يجيب 1000 اورو باش يدخل؟ منين راح يسرق؟ على هذيك ولاو شكا ولاو نقصوا لهم، رجعت لهم 600 اي كالك، ولندن رجعت 400 اي كالك بلا مزيارتي حاسبه. وي 26 اكتوبر اميلي نو سي كونفيرمي نورمالمون، ار الجيري سي كونفيرمي، ميم سموها ترانزافيا، كاع لي بروغرام تاع نوفمبر راهم كونفيرمي دركا، ما تقلقوش رواحكم. ليلى مرحبا بك حبيبتي،
انا عندي امي وبابا وخويا في تولوز، لاجونس راهي مغلوقه. وين نريزيرفي؟ شوفي تقدري تريزيرفي باغ تيليفون. هاني كنت نحكي يا اختي ليلى، راكي بعيده، تقدري تريزيرفي باغ تيليفون. تفتحي جوجل وتكتبي اجي ريفيري، تهزي نيميرو تليفون وتعيطي لاجونس اللي حبيتي وتريزيرفي من عندهم، ويعطي لهم الادغاس ميل تاعك، ويبعثوا لك البي تاعك في الادغاس تاعك، تمبريميها انت يا وليداتك البي تاعك تاع وليداتك، وتروحي تسهلي النهار اللي تحبي تروحي فيه. هذه هي حبيبتي، على بالي ما حلوش تاع تولوز، حلو غير تاع اليوم، رايحين يحلوا تاع اليوم باري وليل ومارسي، هادو هما اللي يحلوهم. بصح تقدروا تريزيرفي باغ تليفون ولا باغ انترنت. راكم اللايفك نومبغو اليوم، بصح بارطاجي ولي لو لايف، ربي يخليكم. هذا واش نطلب منكم باش الجاليه تاعنا اللي في اي بلاصه، سورتو في لوروب، باش تهز المعلومات وباش تعرف المعلومات. الجيري فيري تبيع تاع الي كونتي، نو تبيعهم كاملين، ميم باجي مختار دوك يدخل في الجيري فيري، ما عندوش سيت واحد اخر. هذيك هي الشركه البحريه اللي تبيع لي بيي تاع لي باتو كاملين. اوكي مازالو برك ما حلوش السيت تاعهم، البارح دخلت لو سيت تاعهم، مازالو ما داروش لي بري، ما داروش ريزرفاسيون، ما تقدروش ريزيرفيو حتى الغدوه ان شاء الله. كي يفتحوا لي زاجونس دوك يفتحوا لي سيت، وتقدروا تريزيرفيو سور لو سيت ولا سور لو جيبيتو بارطاجي. وي بارطاجي باش يسمعوا خاوتنا الاخرين اللي ما راهمش نقولوا، اللي ما عندهمش في اليوتيوب باغ اكزومبل، بارطاجيو لهم في الواتساب، في الفيسبوك، في لي جروب تاع الفيسبوك، في الانستغرام. هكا كاين بزاف اللي ما يتبعوش اليوتيوب، يتبعوا هذوك لي ريزو سوسيو الاخرين باش يلقاو المعلومه تما، هما ثاني يستفادوا. انا نفيدكم وانتم فيدوا الناس، وهذه حسنات يعني من ليكم وليا. متى تكون رحله اليكونتي الى الجزائر العاصمه؟ يخي داروا زوج رحلات بالتناوب، مره تروح الوهران ومره تروح للجزائر. بصح لا دات اكزاكت اختي يا اخي ولا خويا، والله ما هي عند، مانيش هزتها معايا سور بلاس. اسمح لي برك دقيقه درك نشوف اللي كنت تشوف فيها دركا، درك نشوف هنا ونرجع لك خبر. اوكي نشوف البروغرام ونرجع لخويا ولا اختي الخبر تو سويت. ان شاء الله نلقاه. سمحوني حبيباتي يا حبايا، راني جايه نشوف له برك اخوكم هذا اللي سقسي على الرحله الاولى تاع الجزائر. الاخبار ساعات تجيني ثم نلقاها، ساعات كي نعود نحوس عليها تروح. Départ à les comptes le jeudi, arrivé vendredi. Départ à les comptes Oran, arrivé vendredi. Chef, rihla l'oula, départ Alger à les comptes le jeudi 28 octobre. L'arrivée à les comptes le vendredi le 29 octobre. Départ à les comptes Alger le vendredi le 29 octobre à 19h, arrivée à Alger le samedi le 30 octobre à 7h du matin. هذه هي اللي قلت لك ماخذوه بالتناوب. تسمى الباتو كي يجي لاسبان الالي كونت الغدوه من ذاك يرجع، مش كيما في فرنسا يقعد سمانه في فرنسا باش يرجع. نعاود لكم ديبار اورون الي كونت لو جودي لو 21/10/2021 à 19h. Arrivée à Alicante le vendredi le 22 octobre à 7h du matin. Départ Alicante-Oran le vendredi 22. Arrivée Oran le samedi 23. Départ Alger-Alicante le jeudi 28 octobre.
à 19h. Arrivée à Alicante le vendredi le 29 octobre à 7h. Départ à Alicante à Alger le vendredi le 29 et l'arrivée le 30. Allez, يا إخواني à 7h. هذا ان شاء الله نكون جاوبتك يا اخي مزيان. قلت لك البروغرام قدامي. فوالا نزيدو نشوفو الكومنتار تاعكم كاش ما نلقاو أسئلة مهمة يعني نجاوبو إخواننا وأخواتنا. اسمحولي برك، استغفر الله لله. نبداو من السؤال الآخر هكذا ونطلعو. ميرسي دو مو دير سي دي فول او موا نوفمبر. كاينين لي فول لو موا دو نوفمبر، كاع لي بروغرام راهم كونفيرمي حبيبتي تاع نوفمبر. لو فول دو 6h50، ما على باليش تاع واش لو فول هذا 6h. توحشنا شخشوخة دي بلاد. إيه دوكا تروحي ما تاكلي ما تشبعي من شخشوخة وحوايج واحدة أخرى، الكسكس والعيش. ما سير إل فا باغتيغ لو 28 أكتوبر إن شاء الله أفيك ترانزافيا. نورمالمون سي كونفيرمي اختي، وي ترانزافيا سي كونفيرمي. كاع دوكا نقولكم البرامج كاملين راهم تحصلوا على الضوء الاخضر تاع المود نوفمبر، ما تقلقوش حبيباتي احبائي، راهم كاع كونفيرمي سواء اير فرانس ولا ترانزافيا ولا ا اس ال ولا كامل اون كونفيرمي المود نوفمبر. انا سمعت باللي كي تدخلي فرنسا تزيدي ديري دوز تاع فيزا ولا موديرن فايزر ولا موديرن. هي اللي نقولوا للناس المقيمين في فرنسا وجايين من الخارج ودايرين باغ اكزومبل لو فاكسان تاع الشينوا هذيك اللي مش معترفه بها فرنسا ولا سينوفاك. سينوفاك هكا ميم تكوني دايره سينوفاك كي تدخلي لفرنسا يفرضوا عليك باش ديري تخوازيام دوز نتاع فايزر ولا موديرنا. هذه صحيحه. سلام اختي كندا ساميه، مرحبا بك حبيبتي وناس كامل تاع كندا مرحبا بك. العقوبه ليك ان شاء الله يديروا لكم حبيبتي يفتحوا لكم ليفال يا ربي ان شاء الله. ولا راكم في قلوبنا ورانا ندوا باش يفتحوا لكم عام قريب ان شاء الله فوزوغي ليفال ان شاء الله. كاس العيد. سلام اختي بارك الله فيك على المعلومات، لكن المنتظر هو تخفيض في الاسعار. وي عندك الحق رانا ندوا بتخفيض الاسعار يا اخي. من باريس الى قسنطينة عندي بالتقريب 3 سنوات لم ادخل الوطن. تحياتي لك يا حبيبتي والله المستعان. يا اختي واش نقول لك حبيبتي، ربي يكون معانا ان شاء الله يسمعوا لينا المسؤولين والمعنيين، نقولوا للمسؤولين على هذه الاسعار ان شاء الله برك يدرسوا الاسعار وينقصوا من الاسعار، باسكو الناس راهي تسوفري يعني سيرتو اللي عندهم الاولاد بزاف راهي تسوفري والحق تاع ربي. جو فيديو بارطاجي فوالا سا سي قريناها فوالا. ما كاش سؤال يعني اللي نجاوبو عليه في الساعة ما كاش. عجبني لو لايف تاع اليوم سي بيان، راكم لايبرك نومبرو سي بيان، هكذا تستفادو وتفيدو اخوانكم اللي لافامي تاعكم واصدقائكم وحبابكم. فيدوهم ما تخليوش المعلومه تقعد عندكم هكذا باش الصوت تاعنا يمشي والصوت تاعنا يوصل. باغي اورلي اريفي اورون عندي فيزا برك. عندك فيزا برك ما ظنيتش يفرضوا عليك التلقي. عندك فيزا برك تدخلي لفرنسا يديروا لك لو تيست انتي انتيجينيك ويعطيوك 7 جور دو كونفينمون في الدار اللي رايحه تروحي ليها وتماك. بصح البي سي ار اللي ديريه راكي تخلصيه من جيبك باسكو ماهوش غراتوي ابارتيغ دو من 15 في الشهر هذه اكتوبر اللي فات. راهو البي سي ار رجع بالدراهم للناس اللي مش ملقحين يعني في فرنسا. هذه هي المعلومه. دوك ينقص الضغط على الشركات الطيران، دوك ينقص بزاف ويحطوا في لي بخي ان شاء الله.
شاء الله يكون بخير حبيبتي، ما تقلقوش ولا غير ديروا عقلكم في راحه ان شاء الله، وما يكون غير الخير اخواني، جاي الخير جاي الخير، ما تقلقوش خلاص. والله ما فقت بالوقت ديجا، راهي فاتت ساعة وانا معاكم، والله الوقت معاكم ما يفوت 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 فلاش ولا لا سي بيان. ولا انديري راني عياني قاعدة معاكم في دار وقاعدين نحكيو، تخص غير القهوة بيناتنا. سيكون لابد بي باتو وي لا لا فون تبدا غدوه، غدوه يفتحوا لي زاجونس، يفتحوا لي سيت، يفتحوا كل شيء غدوه ان شاء الله. يوغا دي بي تاع الباتو وتشري يا اختي نسيمه، مرحبا بك. زينة سلام سلام عليكم ما سير جيست بور لي بي دافيون دو 2020 اون بي شانجي بور لي بي دو باتو. لا جو بونس با يا حبيبتي، انا نقول لك لكان لي بي تاع دافيون تعاوديها يبدلوها لك بلي بي تاع الباتو، والله هذه ما عندي حتى معلومه يا اختي، قداش نكذب على اختي؟ ما جو بونس با، انا في رايي جو بونس با، باسكو الطيران واحد وشركه الطيران وحدها وشركه البحريه وحدها. وزيدي سقسي الله اعلم، ان شاء الله انا ماذا بيا يبدلوه لك. Amel Paris Orly arrivé à Oran Transavia le 28 octobre à 6h50. Je ne sais pas s'ils sont le vol de 6h50. Et pourquoi pas? Bah, les avions ils sont même fini, les habibti. Café ou thé? Anna, je suis café, habibti. Le thé, ma عندي حاجة فيه نشربو غير مع الضيف ونشربو في العرس. لو تي سا يعني هو مليح، مي انا نحب القهوه، انا قهوجيه بزاف. هذه هي با جو بونس كاينين لي لي زافيون تاع الصباح بيان سور، والله اعلم انا جامي رحت صباح بكري، يعني ما الفرحه 8 انا جامي دائما نروح مع سوا كانت هذيك سموها اللي راحت هذيك ديكلارات فايت سميوها لي نسيت اسمها، ولا اغاجيري ما رحتش مع يعني الاخرين. ترانزافيا لي طارشين ها اللي كانت 80 اورو دوكا ولات لنا ب 600 اورو وزايد، ولا غير طارشينها بزاف من ناحيه من وجهه الجزائر يا اخ يا اخواتي. رشيد قادي حتى اللي يدخل من اسبانيا من بعد يدخل فرنسا، هو كيفاش يدخل سينوفاك قد تلقيح؟ ما فهمتش سؤالك يا اخي رشيد. اي باسكو دوكا فرنسا راهم متعافرين، ما اسكو ينحيو الباس سانيتير اسكو ما ينحيوش، اخرين يقولوا ينحيوه من الحكومه، اخرين يقولوا ما ينحيوهش. دوكا راهم مدوه حتى لجويي 2000 للصيف هذا 2021، مي 2022 بليتو، مي الله اعلم يا اخي. سينوفاك تدخل نورمالمون، كي تدخل بالسينوفاك دير وحده، دير جرعه وحده تاع فايزر ولا موديرنا. انا موا اوسي جي افيك ترانزافيا لو 28 اكتوبر ا 6 هاي قلت لك نجلة نجية، اهلا بك اختي نجية. قلت لك انا عندي ترانزافيا لو 28 اكتوبر 6h50، فوالا هاي كونفيرميت لك، فوالا قلت لك لو بي كونفيرمي. با الحمد لله سي بيان كي تعاودوا تجاوبوا على بعضكم هكا تفرحوني سي بيان، باسكو انا مش كل المعلومات عندي يعني تاع بالديتاي تاع لي زافيون، انا نجيب لكم المعلومات الرئيسيه يعني نقولوا فتح الحدود ولا ليفول ولا هكا، بصح باش الساعه ولا هذيك ما نقدرش نجيبهم لكم انايا، غير كان لازمني ندخل ونتعمق وباش نحوس على البرنامج. جي اش تي بي افيك ترانزافيا 380 يا اختي، ولا راكي مليحه لك لقيتيه 390 منين شريتي مونبوليي اختي الحبيبه؟ ونسقسيك وقتاش الرحله من السويد الى الجزائر؟ ربي
ربي يفضلك فرحتيني من السويد يا اختي السويد، والله ما نكذب عليك وقتاش يا حبيبتي. المهم ان شاء الله يفتحوك، يفتحوا الكل ان شاء الله، يفتحوا مع الدول كاملين، السويد، كندا، الدول الاخرين اللي مازالوا مش فاتحين معاهم، كاين بزاف دول اللي مازالوا مش حالين معاهم. واللي راهو يسقسي على ماتس ديما نلقاها في الاسئله، وانت ماتس، وانت يا يا جلالي يا اخي، ان شاء الله ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله ان شاء الله في اقرب الاجال، اقرب الاجال ان شاء الله يفتحوا قريب، الفتح الكلي قريب، مادام راهي الكورونا تنقص والتلقيح يطلع في الجزائر ودوك يوصل 70%، يفتحوا كلش، يفتحوا مع الدول كاملين، غير ما تخموش. بلا مزيه يا امال، بلا مزيه يا حبيبتي. نكوبي اللايف ولا مازلتو حابين تحكيو؟ الا كان حابه نكوبي، لا حبيتو نكوبي نكوبي. واش قلتو؟ ربي كثر من مثالكم يا ميزابوني الحباب. مات ثاني قلت لك كي يفتحوا دوك، يفتحوا الحدود كاملين يا اخي، واش راح نقول لك، والله العظيم ما لقيت ما نقول لك. انا ما عنديش معلومه على مات وكيفاش يفتحوا معاها، بس كي يفتحوا الحدود اكيد راحين يفتحوا مع كل شيء، مع كل الدول. نجيه قلت لك دوريان فو بوفي ندير لو نيميرو دو فول، قولي لها النيميرو دو فول تاعك باش هكا تتهنى، راهي محيره مسكينه. انا نسكن في ليل وراني حابه نشد تي جي في حتى لمارسي، حابه نعرف كي نشد تاكسي حتى البابور شحال من ساعه باه نلحق للبابور. شكرا عزيزتي. يا اختي هذه المعلومات والله ما نقدر نقول لك يا حبيبتي، والله ما نقدر نقول لك شحال دير الطاكسي منا من الليل حتى للبور. ديري باك الوقت، ديري حسابك للوقت، هذا ما كان، ديري حسابك للوقت وروحي بشويه الافونس هكذا باش ما تروحيش باش ما تلقيش الغوطه. هذا واش نقول لك يا اختي. شلو كي رونت ان فرانس ابري ايل با سو ديبلاسي ان ان اسبانيا ابري ايل با ديبلاسي En France, elle a fait le vaccin Sinovac ici en Algérie. Est-ce qu'elle va faire une autre dose en passant les frontières espagnoles françaises? هو حتى تدخل لفرنسا باش يفرضوا عليك دير فاكسان في فرنسا، حتى تدخل التراب الفرنسي باش دير الجرعه الثانيه تاع فايزر ولا موديرنا. Moi aussi j'ai peur pour le bébé. Non, ma trafouche, voilà, ma trafouche, ma trafouche. C'est vrai, je suis à l'école, mais ma trafouche, ma voilà, on confirme les billets, les vols, en novembre, on confirme Kemlin. Non, Kemlin live, habib tir, bejazik, n'hallek. Rabbi, khalik, habib tir, mami. ومن بلجيكا مازال والو، بلجيكا قلت لكم بلجيكا راهي هي اللي حاطه الجزائر في الخانه الحمراء، كنا حاتها من الخانه الحمراء راهي حلت الجزائر. وبلجيكا ما فيهاش بزاف الجاليه الجزائريه، يعني فول كون يديروا لكم فول تكفيكم في السمانه ان شاء الله يكونوا. بوركوا با من بلجيكا ان شاء الله يكونوا. خاصنا غير قهوة، خاصنا غير كافي صح. انا ولا غير قهوتي راهي قدامي، طفرت فيك من توما، لكن راحو جيبو قهوتكم وكملوا اللايف. انا قهوتي راهي قدامي. جو سوي لا امال، انا راكم تحكي مع بعضاكم ولا جاوبوا بعضاكم، اللي عندها معلومه تحطها لخوتها ولا اخوها ولا
بس كما فين يحطوا لي فول تاع خنزابيا وتاعهم كاملين ولي نيميرو دو فول. يا اخي ما الفن نقول لكم حتى لي نيميرو دو فول هذه المره ولا مين لقيتهم ما حطوهمش سينو ولا غنحطهم لكم هكا تتاكدوا يعني، ولا لقيتهم من بعد ولا غنحطهم لكم. ربي يخلي لكم الملك تاعكم يا اخي. وش راح نقول لك فوالا، قلت لك الفول تاعك ان شاء الله يكون كونفيرمي. ان شاء الله ربي يفرحكم كاملين يا اخواني، ربي يفرحكم ربي يخليكم ان شاء الله. وانتم قعدوا احكي مع بعضكم، انا نروح نجيب لكم كشمه معلومات نزيد ندخل ترى لي سيت كشمه نلقى لكم معلومات جديده. استغفر الله العلي العظيم، الحمد لله رسول الله. أنا هنا مانيش بعيدة يا إخواني، أنا هنا معاكم. نقرا لكم برك البيان تاع الحكومه الفرنسيه تاع البارح اللي صدرته الحكومه الفرنسيه اللي اعترفت بالجرائم تاعها اللي دارتها في 1917 اكتوبر 1961. البيان نقراوه، هما حطوهم في فرونسي، هاوليك البيان حطوه اون فرونسي وانا نقراه لكم اون عرب. في 17 اكتوبر 1961 نظمت فيدراليه فرنسا لجبهه التحرير الوطني مظاهره في باريس للاحتجاج على مرسوم 5 اكتوبر الذي يمنع الجزائريين فقط من مغادره منازلهم بعد الساعه 8:30 مساء. في ذلك المساء على الرغم من الحظر المفروض على المظاهره توجه اكثر من 25 الف رجل وامراه وطفل الى نقاط التجمع المختلفه. كان القمع وحشي وعنيف دمويا. اسمعوا خالتي، قبض على قرابة 12 ألف جزائري ونقلوا إلى مراكز الفرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى، بالإضافة إلى العديد من الجرحى، قتل العشرات وألقيت جثثهم في نهر لاسين. لم يعثر العديد من العائلات على رفات أحبابهم الذين اختفوا في تلك الليلة. شوفوا القمع يعني. لقد أثبت المؤرخون هذه الحقائق لفترة طويلة وصنفوها في دائرة من العنف لعدة أسابيع. لقد دفنت هذه المأساة لفترة طويلة أو تم نفيها أو إخفاؤها، يعني حاولوا يخفوا هذه الحقيقة. تم تنظيم الاحتفالات الأولى من قبل رئيس بلدية باريس السيد برنارد ديلانوي وكذلك من قبل منتخبين آخرين. أمس البارح يعني بعد 60 عاما زار رئيس الجمهورية ماكرون جسر البوزون بالقرب من نانتير من حيث غادر العديد من المتظاهرين ذلك اليوم وحيث تم العثور على الجثث في نهر السين. وفي حضور العائلات المتضررة من هذه المأساة ومن حاربوا من أجل الاعتراف بالحقيقة وممثلين وأحفاد جميع المعنيين وقف دقيقة صمت حدادا على ضحايا القمع الدموي في 17 أكتوبر 1961. راكم شفتوا نورمالمون الفيديو تاع ماكرون كي دار دقيقة الصمت عليهم واعترف. ثم اعترف ماكرون بالواقع وأعلن بأن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون لا تغتفر للجمهورية الفرنسية. تنظر فرنسا إلى تاريخها بأكمله
بوضوح وتعترف بالمسؤوليات المحددة بوضوح. إنها مدينة بذلك أولا وقبل كل شيء لنفسها، لكل أولئك الذين أصيبوا بكدمات في أجسامهم وأرواحهم بسبب الحرب الجزائرية ومواكب الجرائم التي ارتكبتها من جميع الجوانب. تدين بذلك بشكل خاص لشبابها حتى لا تنحصر في صراعات الذكريات وتبني مستقبلها باحترام وتقدير للجميع. هذا هو النص تاع البيان اللي حطه رئيس ماكرون. الحمد لله يا ربي اعترف، بصح مازال لازم تعترف الحكومه باكملها ويعترف امام الجميع وامام العالم. هذه راهي جرائم اللي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين. فوالا اخواني اخواتي، نزيد نكمل معاكم 6 مينيت ونروح. هذيك هي تكمل 1 اور ودمي، نكمل معاكم اللايف ونروح. نشوف برك لي كومونتير تاعكم واش راكم تقولوا لي، واش راكم تحكيوا، اسكو معايا ولا تحكيوا مع بعضاكم. معليش اختي، مو ماري ادي جو سي با سي طون فول ناجيا ال اي لو مان با جو سي با جوست ما سير بور لي بي de 2020, comment ça se passe? J'ai fait la demande pour le remboursement, sinon un avoir pour aller en décembre au mois d'octobre. La candidate la demande à Bethesda ou visiter l'adresse messenger tag. L'adresse libre pour le faire à Algérie, le leader team à l'évolution, le leader team à la demande. سلام اختي، عندك كاش اخبار رحلات من ليل؟ ليل راهي كاينه، راهي علنت ASN البرنامج تاعها في المود نوفمبر، راهي كاينه حبيبتي. كات كادير، السلام عليكم اختي، سواء عليكم السلام، اهلا. متى تنقص ثمن تذاكر كرهنا فاطمه؟ مرحبا بك، ان شاء الله حبيبتي. نقول احنا ندوا بها من الصباح، احنا ندوا بهذا الغلاء تاع التذاكر، ان شاء الله يهبطوا فيها. بور لو بي سي ار الي توجور 36 ساعه ميم او باتو. نو لو باتو سي با 36 ساعه رابح اخي، مرحبا بك. لو باتو سي 72 ساعه. انا حكيت في اللايف، الا كان هذا وين حقت العاود اللايف دوكا، انا هضرت لكم كاع على الاجراءات الصحيه لي بروتوكول سانيتير. اي عطات لك النيميرو تاع الفولتيو 41 50 حبيبتي. فوالا نزيدو نشوفو كش ما كاين. بوكوا ما با ان فول؟ سي كاينين لي فول، كاين دوكا لي فول حلو لي باتو. لي باتو دوك يعودو بزاف، كاينين البلايص. بونجور سيل فو بلي، جو فولي سافوار سي يفو فير لو تيست ميم si je suis vaccinée. Oui, oui, ya Jamila, orti, même vaccinée, dirait le test PCR. Assalamu alaikum, orti, pour les Algériens qui vivent en Belgique, on a presque 7000 résidents. Oula, ma indi ma'louma bizzat. Oui, 7000, ça, yani, oui, 7000. Bessah, ma indkoumch kima la France, elle va être foutre 6 millions. ان شاء الله يديروا لكم فول يا اخي احمد، يا ربي ان شاء الله. جو سوي كونطونت، راهي كونطونت مليكه ان شاء الله حبيبتي، ربي يفرحك. فوالا هذا ما كاين بوغ لو بوغ لي كيستيون. باغي اورلي بون فواياج انو ان شاء الله امال بون فواياج. اللي حكموا لي فول، اللي حكموا غدوه ان شاء الله، اللي يزيدوا يشريوا لي بيي تاع لي باتو ان شاء الله كامل، ربي يسهل لكم اخواني، ان شاء الله تروحوا وتسلوا بخير. وما تنساوناش برك بالدعاء، هذا ما كان دعيو لنا دعاوي الخير، هذا ما كان، ودعيو لكاع الاهل والاقارب. سي فري كو لو بي سي ار بو سيلوي كي بار بار باتو اي 72 ساعه. وي وي اون باتو سي با 30 ساعه، سي 72 ساعه لو باتو. راهو علنوا عليها البارح في علمت عليها وزاره النقل، ما يقدروش يديروا 36 ساعه في الباتو، سي امبوسيبل. لافيون وي، مي بلا مزيا يا اخي قدر.
شني 12 تاع الليل ما فهمتش. ضحكتيني، كتبتي لها القماش تاع الليل ومن بعد كتبتي لها 12 تاع الليل. ولا لي كلابي على بالك ساعه ساعه ويغلطوا، الا كانت ما لقيتو عنوان فو عرفوا بلي الكلابي تاعي راه هو اللي كتب وحده. ناسي ما السر، ربي يخليك يا قدر اخويا، ربي يخليكم، ربي ان شاء الله يفرحكم. واللي ما راحش سمعنا هذه روح سمعنا الاخرى، واللي ما راحش سمعنا الاخرى روح سمعنا اللي بعدها. ما تتقلقوش بالك، وكونوا كونوا عاقلين وكونوا متحضرين وكونوا فوالا، ما تدزوش قدام لي زاجونس. على بالي غدوه انا نروح لاجونس تاع اليوم، على بالي نلقى كوارث ان شاء الله، برك ما نلقاهاش يا ربي. ان شاء الله نلقاها الناس منظمين والناس متحضرين وهكذا، الناس الكل تروح. على لازم يروحوا كامل الغدوه يشريوا، اي سمانه كامله محلولين لي زاجونس دي لاندي او فوندرودي دو 9 ا ميدي اي دو 13 ا 17. عندكم الوقت تشريو الوقت اللي حبيتو. شنو نوصيكم اللي يسكنوا في ليون وحابين يجيو يشريو من لاجونس، نوصيكم برك راكم ما تلقاوش البلاصه وين تستاسيوني، وراهي جايه في لافيل لاجونس وما كاش بلاصه وين تستاسيوني، وماذا بكم تستاسيوني شويه بعاد تقاريو شويه بعاد على وين على وين سموه تحكموا الميترو. الميترو جيست اكوتي دو لاجونس، ولا لي بيس ثاني كاينين، كاين ترام كاين لي بيس وكاين الميترو. واللي جا واللي لقى بلاصه على الزهر هذاك هو من حظه فوالا. فوالا هذه هي اخواني واش حبيت نقول لكم اليوم. ولا راني فرحانه كي حكيت معاكم شويه، عطيتكم المعلومات اللي كاينه اللي كانت عندي، هذه هي المعلومات اللي راهي عندي اليوم. وان شاء الله في المستقبل، ان شاء الله في المستقبل اخواني اخواتي. نجيب لكم اخبار وحده اخرى، هاي زاد تحطت ديجا، زاد تحطت لو بروغرام اللي كنت نحكي لكم عليه، زاد حطاتو في غي الجيري. ها الجيري في غي، انا نقولها في غي الجيري، هذا هو البروغرام تاع الجزائر 2 من اسبانيا، من الجزائر اليكونت، ومن وهران اليكونت، هذا هو البرنامج. فوالا اخواني اخواتي نكمل معاكم اللايف تاعي، راح نحبسو بزاف ساعه ونص، بزاف عليكم وبزاف على الناس اللي يشوفوا اللايف من بعد. ما تنساوش برك تبارطاجيو كيما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى وحده اخرى. نقول لكم بارك الله فيكم اللي كنتوا معايا حتى للاخر، تبعتوني حتى للاخر، وانا فرحانه بكم، وان شاء الله راني هنا نجيب لكم المعلومه اللي كانت واللي نعرفها نجيبها لكم نحطها لكم. بارك الله فيكم اخواني اخواتي، نقول لكم كملوا نهاركم زين كيما راهي شميسه برا. شوفوا لا شوفوا برا شميسه راهي هايله برا، شميسه ما شاء الله. اللي قادره تخرج تشمس تشمس شويه، انا جو بونس با نخرج اليوم، خرجت البارح ساسيفين نريح شويه، غدوه خدامه، واللي خدامين غدوه نقول لهم ربي يعاونكم ان شاء الله، وتهلاو في رواحكم وفي عائلاتكم وفي وليداتكم وفي صحتكم سيرتو. نتلاقى ان شاء الله في فيديو واحده اخرى، نقول لكم بقاو على خير والسلام عليكم، نحبكم بزاف بزاف.